رومان. روماني يا رومان، روماني ايه يا عازر؟ يا عم كل ده نوم، ما تقوم بقى تعمل لي اعلان على الكيو ار كود منيو بتاعي. ايه الكيو ار كود منيو ده؟ كيو ار كود منيو ده، على فكره المنيو اللي هو الصفحات الكتير ده. لغينا احنا الكلام ده. بقى دلوقتي تسكن الكيو ار كود ده يجي لك المنيو على الموبايل. انت بتتكلم بقى ايه رايك؟ يعني لما اعمل اسكان على البتاع ده يجي لي كل محتويات المطعم؟ محتويات المطعم كل محتويات، يعني ممكن نفطر منه؟ على طول. يا لهوي على الجمال والحلاوه. استنى استنى انا صح؟ لا جميل كده، فطير ده واتعشى، يعني اي حد ممكن يعمل البتاع ده؟ اي حد ممكن يستعمل، واي مطعم ممكن يتعاقد معاك فيه؟ ومش بس بقى المنيو ده، كمان في دليفري، ممكن تطلب منه دليفري. دليفري؟ نتكلم بقى. لا دليفري. ايوه اللي بيجي لحد البيت بيجيب الحاجات ويجيب كل حاجه؟ لا في الحاجات اللي في المطعم بس. مش كل حاجه. مش هقدر اجيب مثلا حاجات من امي ليا وبتاع؟ لا لا لا. الله ينور عليك يا زيزو، برضه لما اقوم من النوم هبقى اعمل لك العلبه اللي انت عاوزها. يا رماني قوم بقى يا رماني، امسك بقى العلبه ونقعد معاك في حته واحده. حته واحده يا شيخ، الاعلانات كله عاوز يعمل اعلانات.